مرحبا بالضيوف اللي بينضموا لي من بيروت عبر زوم، دكتور إيلي الشوعي استاذ الاقتصاد الدولي، ومن كريستيان ساند في النرويج دكتور محمد الباجوري المحلل السياسي. مرحبا بكما. ابدا معك دكتور إيلي، خلينا نشوف النظره الاقتصاديه لانخفاض الاحتياطي النقدي خلال 30 يوم. اعتقد انه لم يصدر بيان رسمي لا عن البنك المركزي ولا على وزاره الماليه ان احنا سددنا قروض او حتى اشترينا قمح. في ايه راحوا ال 232 مليون دولار؟ مرحب بحضرتك. سيدي، بالاقتصادات المنفتحه على الخارج، الازمه الماليه او النقديه لدى تلك الدول ليست ازمه نقد داخلي، إنما أزمة احتياطات خارجية من العملات الخارجية، خصوصا الموجودة في بنوكها المركزية. وفي مصر مع الأسف تلك الاحتياطات في تراجع مستمر. صحيح أنه شهريا هذا التراجع ليس بكبير أو ليس بنسبة عالية، لا تتخطى النسبة 0.7%، لكن بين آذار الماضي وبين وحاليا تراجع تلك الاحتياطات بأكثر من 7 إلى 8 مليارات دولار. التخوف من استمرار هذا التراجع، وخصوصا أنه الاقتصاد المصري لا يسجل فوائد في نتائجه، خصوصا في نتيجة ميزان المدفوعات، يعني في خروج للرسامين أكثر مما في دخول لها، وعموما الاتكال يكون على الاستثمارات الخارجية المباشرة، وأيضا الاتكال يكون على الناتج المالي للصادرات، هي الأساس. الاقتراض الخارجي ليس مصدرا أكيدا وثابتا ومستمرا، لأنه هذا مصدر مكلف، بينما الاستثمارات الخارجية والصادرات هي مصادر غير مكلفة، وفضلا عن ذلك هي صحية، وأيضا بالإضافة إليها هناك تحويلات المصريين العاملين خارج مصر. إذن أسباب تراجع الاحتياطات، ما في شك أنه في أسباب خارجية وفي أسباب داخلية. الأسباب الداخلية ذكرتها حضرتك، على رأس العجز في الموازنة العامة، وفي مشاريع تطلبت إنفاقا كبيرا جدا يتخطى القدرات المالية لمصر. العامل الخارجي، ما في شك أنه الحرب الأوكرانية الروسية رفعت كلفة الاستيراد، يعني الحبوب وبعض المواد الغذائية، وأكثر من ذلك تراجعت الحركة السياحية من روسيا وأوكرانيا، والتي كانت ترفض مصر بكم كبير جدا من الأموال الصعبة. كما أنه مصر عم بتسدد فوائد ديونها الخارجية، وهذا أثر أيضا على احتياطاتها من العملات. كما ذكرت في الاستثمارات الخارجية، كانت مصر تتوقع من دول الخليج أن تستثمر داخل مصر في مشاريع داخل مصر، ولكن هذا التوقع لم يتحقق بعد. كذلك الأمر، كانت مصر تنتظر من بعض الدول الخليجية أن تودع في البنك المركزي المصري بضع مليارات من الدولارات، ولكن كمان ذلك لم يتحقق بعد. ولهذه الأسباب البنك المركزي المصري اليوم هو مدعو، وأعتقد أنه هو بصدد دراسة جدية لرفع الفوائد على الجنيه المصري، من أجل يعني من أجل خلق نوع من الجذب
للمستثمرين. نعم. دكتور إلي، هرجع لحضرتك في النقطة اللي حضرتك طرحتها فيما يخص الاستثمارات الخليجية أو حتى الودائع اللي كان المفروض تتحط في البنك المركزي، ليه ده ما حصلش؟ لكن خلينا ناخد بعض التعليقات من البث المباشر على اليوتيوب. رامي بيقول إنه مصر عليها ديون لن تسددها إلى يوم الدين، باع المطارات والموانئ للصين، الدولار بيتباع سوق سودا ب 26 جنيه. ده بعض من تعليقات حضراتكم اللي على البث المباشر على اليوتيوب. دكتور محمد الباجوري، سمعنا الاسباب الاقتصاديه اللي تقريبا اقتصاديه بحته، السياسه بقى بتقول ايه فيما وصلنا اليه من تكرار لانخفاض النقد الاجنبي في ظل عندك رقم تحويلات المصريين بالخارج 29 مليار او اكتر، 29 وكسر، وعندك ودائع خليجية لا زال أصحابها ما خدوهاش لسه موجودة في البنك المركزي، وفي رغم كل ده أنت بتعاني وعندك نقص وتراجع في الاحتياطي الأجنبي. نعم، تحياتي أستاذ محمد. يا مرحبا حضرتك. الله يخليك. حضرتك اتكلمت على أن فيه زيادة في الصادرات، أو مصر بتقول الأرقام بتقول أن فيه زيادة في الصادرات، وده كلام جميل. طيب لما يبقى فيه زيادة في الصادرات واقتراض مصر لرقم غير مسبوق في التاريخ المصري كله، عايزين بس نقول نأكد أن مصر في العشر سنين اللي فاتوا دولت اقترضت أكبر ما استقترضته في 100 عام. يعني لما يزيد الحجم الدين الخارجي لما يقارب من 160 مليار من أصل 40 مليار، بتكلم على 120 مليار اقترضتهم مصر مع زيادة الدخول، مفروض يبقى الوضع الاقتصادي غير الوضع اللي احنا شايفينه. ولكن في الحقيقة في حاجات ملفات كبيرة فيها فساد ولازم نتكلم عنها، وأحد هذه الملفات الكبيرة اللي اتعلق عليها دلوقتي والناس شايفاها جدا موضوع صفقات السلاح، اللي مصر أصبحت أكبر ثالث مستورد للسلاح في العالم. يمكن في العقد الأخير مصر استوردت 44 مليار، وإحنا بقينا المستوردين رقم 2 على العالم من دولة زي فرنسا أو دولة زي إيطاليا. عملنا صفقات سلاح بالمليارات الدولارات لألمانيا، حتى دول زي أسبانيا وما إلى ذلك وإيطاليا. طبعا كنا بنعتمد بس على أمريكا، ولكن النهاردة مصر توسعت جدا في موضوع السلاح. الميدل ايست اي نزلت تقرير الاسبوع ده وقالت ان هي حصلت على وثيقه او على تقرير من الخارجيه المصريه بيعللوا فيه ان عمليه الاقتراض او عمليه السلاح دي الغير مسبوقه كان سببها ان هو شراء الذمه الغربيه. قالوا صراحة كده، والوثيقة دي موقع عليها سامح شكري، إن من أحد أسباب هو تخوف الجانب المصري من انتقاد الدول الغربية لمصر في مجال حقوق الإنسان. فإحنا نشتري حضرتك دولة فيها أكثر من 35 مليون يعيشوا تحت خط الفقر، بنسأل كل المليارات دي بتدفع على إيه؟ هل فعلا مصر رايحة لحرب؟ يعني احنا شايفين مصر بقالها اكتر من 50 سنة طلقت الحروب، اخر حرب دخلنا فيها 73. فالسؤال اللي بيطرح المصريين، الكمية المليارات اللي اتدرفت 44 مليار وتتجاوز راحت فين؟ وليه صفقات السلاح دي؟ هل عادت على المواطن الفقير بأي شيء؟ حضرتك اتكلمت على الطبقة المتوسطة وتأكلها، وتساءلت مين المسؤول على ضعف الجنيه المصري؟ اكيد طب دكتور أكيد دكتور باجوري، لو هنتكلم في النقطه دي بقى وضح لي ازاي كانت بتسكن هذه الاسر من الطبقه المتوسطه 2011 بشكل جيد، كانت بتعلم ولادها بشكل جيد، كانوا بيحوشوا كمان بشكل جيد، يعني اللي كانوا بيجوزوا عيالهم كنا بتشوف افراح بشكل كويس، بيبنوا بيوت وما الى ذلك، راح فين الكلام ده في 22؟ نعم، دلوقتي مع التضخم اللي احنا شايفينه ومع ارتفاع غير مسبوق للاسعار، وحضرتك لو عايش في الغرب او في بلد اوروبيه تلاقي ان في تقارب في الاسعار فعلا حاليا ما موجود في مصر وموجود في العالم، بس طبعا الدخول لا تقارن باي حال من الاحوال، وبالتالي عمليه ضعف قيمه الجنيه المصري وارتفاع الاسعار ادى لمعاناه كثير من الاسر. الارقام الرسميه بتقول 35 مليون تحت خط الفقر، وارقام البنك الدولي بتقول لك ممكن تتجاوز ال 50 مليون مواطن عايشين تحت خط الفقر.
وبعدين نتكلم على صفقات السلاح. في طبعا حاجات تانية زي مشاكل الاقتصاد المصري، وزي ما حضرتك اتكلمت مع سياسيين مع اقتصاديين كتير، مش بس صفقات السلاح، ده الفساد الكبير اللي حاصل في مصر والصناديق الخاصة ومشاكل الصناديق الخاصة. ونفتكر الحادثة بتاعت المستشار جنينة لما بدأ يتكلم على الفساد فاتحط الراجل في السجن، معناها ان دي رسالة من النظام ان حد اي حد هيدور على الفساد هيتحط في السجن. بدل ما الدولة تساعد الدكتور جنينة وتساعد هذا الجهاز الموجود انه يخش وزارة الداخلية ويخش وزارة الدفاع ويخش كل وزارات الدولة ويدور على الصناديق السيادية اللي بتتعدى 7000 صندوق ويكشفوا حجم الفساد، بالعكس تم محاربة الرجل وتم القاء به بالسجن، ودي رسالة واضحة ان اي حد يتكلم عن الفساد هيبقى مصيره السجن. خلينا نروح من الرسالة دي للتوقعات، توقعات الحكومة المصرية بأن دول خليجية كان المفروض تسيب ودائع في البنك المركزي لمدد أطول فتساند الحكومة في سياساتها الاقتصادية. ليه ما تحققتش الوعود دي دكتور إيلي؟ وليه كمان الاستثمارات اللي كان متوقع أن الدول الخليجية تعملها في مصر ما حصلتش زي ما حضرتك أشرت؟ لأني بمعزل عن ربما أسباب سياسية معينة، هناك تخوف المؤسسات، مؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية كموديز مثلا، في تخوف من أنه مصر تتعرض لمخاطر مالية جدية، وأنه الاحتياط اليوم في مصر ربما لن يستطيع أن يغطي أكثر من 3 أشهر استيراد، وهذا يؤثر على مثل هذا التصنيف ويحول إلى تصنيف سلبي. كما أنه مؤخرا في أيار من هذا العام، من هذه السنة، وكالة موديس خفضت نظرتها المستقبلية للاستثمار في مصر من نظرة، يعني من نظرة مستقرة إلى نظرة سلبية، ولذلك يعني هذا لم يشجع المستثمرين الخليجيين على الاستثمار في مصر، والحكومات الخليجية بالتالي على إيداع الأموال في مصر. أما موضوع السلاح، أنا أعتقد أن مصر اليوم خرجت منذ، كما قال الزميل كريم، خرجت من مسألة الحرب والقضية الفلسطينية والنزاع العربي الفلسطيني منذ أن وقعت على اتفاق السلام، وبالتالي هي لا تحتاج إلى هذا الكم من السلاح أو هذا التسلح الكثيف، إنما أنا أعتقد أنه هذا لكسب ود وكسب تأييد. طب خلينا نشوف دكتور ايه اللي بتحتاجه مصر. هل تحتاج مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولي في هذه الاثناء، باعتبار ان بقى لها 5 شهور بتدق باب الصندوق وطالب شروط اكثر تدقيقا عن تمويلين سابقين للحكومه؟ راح هلا، مصر تحتاج الى 40 مليار دولار حتى نهايه 2023 لتقدر لتكون قادره على تسديد عجز حساب الجاري وديون المستحق. هيدا بالنسبة لحاجاتها من العملات، للعملات الصعبة. أما بموضوع الاقتراض، فهناك الطلب على السندات المصرية السيادية في الأسواق الخارجية، لكن هذا الطلب يتأثر كثيرا بمسألة الاحتياط والاحتياطات الوطنية في مصر والموجودة في البنك المركزي المصري، فبقدر ما يتراجع هذا الاحتياط بقدر ما أيضا يتراجع الطلب الخاص على السندات السيادية المصرية في الخارج. هلأ يتدخل صندوق النقد الدولي، هذه يفترض هذا التدخل يفترض مفاوضات، ما لغاية الآن مصر لا أعتقد أنه هي بصدد أن تتفاوض على قرض ما من صندوق النقد الدولي، لأنه بعد ما وصلت إلى حافة الانهيار المالي، يعني هي تمر الآن بصعوبات مالية، والجنيه يتعرض لضغوطات كبيرة جدا بسبب تراجع الاحتياط، وهذا من شأنه أنه يخفض له قيمته بعد أكثر.
لحد فين يعني يا دكتور إلي؟ اديني رقم متوقع. نعم. اديني رقم بتتوقعه. المتوقع للجنيه من هلا لاخر هذه السنه ان يصبح الدولار تقريبا يساوي على الاقل 21 جنيه مصري. على الاقل 21 جنيه مصري. وهذا بالطبع بده يؤثر اكثر على درجه الفقر وتوسع رقعه الفقر بمصر وغياب مزيد من غياب الطبقه الوسطى في مصر، لانه بده يكون في ارجع لحضرتك للنظر اقتصاديا في مساله معدلات الفقر بالتحديد وتاثير زياده خفض الجنيه قدام الدولار على الطبقة المتوسطة ومعدلات الفقر بشكل كامل. دكتور باجور، القرض الجديد ليه ما ظهرش قبل كده من صندوق النقد الدولي شروط أكثر تدقيقا زي المرة دي كده؟ ده يعتبر التمويل الثالث في التمويلين اللي فاتوا، ليه كانوا سهلين؟ نعم، لأن الحجم الديون حجم الديون بيتراكم بمعدلات عالية، العالم كله داخل على مشكلة اقتصادية كبيرة، في دول كثيره متعرضه للانهيار او الافلاس، وبالتالي صندوق النقد برضه واضح ان في مشكله تعثر في السداد، وان مصر تقترض حقيقه عشان تسدد ديونها. الناس اللي بتطلع وتقول احنا اقتصادنا معافى، احنا بنقدر نسدد الديون في مواعيدها، لا، في الحقيقه انت بتسدد ديون بان انت بتجيب دين جديد. فالتراكم دوت هم مش شايفين اي تحسين في الاقتصاد المصري، وكان في طلبات بان يحصل عمليه يعني تعديل في الاقتصاد وادخال بعض الميزانيات الموازيه داخل الموازنه العامه، ديت ما اتحققتش. وبالتالي طبعا برضه في حاجات في ملفات حقوق الانسان، ففي مشاكل كثيره عميقه فعلا في الملف الاقتصادي المصري اللي بيخلي صندوق النقد اكثر تحسبا هذه المره انه يقرض بدون ضمانات اكيده يعني. وده اللي دعا الحكومه المصريه ان هي تبتدي تفكر في البديل اللي هو بيع الاصول. حضرتك اسمع او عرفت الاستحواذ الاماراتي على بعض الشركات الكبرى الناجحه، و برضه نفس الكلام على 8 مليار مع الصين في عملية مبادلة لأصول استراتيجية منها موالي وما إلى ذلك، وده مرة تانية بيعكس حجم الأزمة اللي موجودة في الاقتصاد المصري. طيب دكتور باجوري، الحكومة عاوزة تزود أسعار المترو، تذاكر المترو وأسعار تذاكر القطر، وكان المفروض تزودها أول أغسطس زي ما أعلن وزير النقل، لكن أجلوها لآخر أغسطس. إيه السياسة في كده؟ يعني أجلت الزيادة 30 يوم، الدولة استفادت إيه؟ الحكومة أو الشعب استفاد إيه؟ إيه الحكمة؟ هما النظام يعرف تماما إنه ضاغط على الشعب المصري ضغط كبير جدا. لما لو خدت المعدل التراكمي للتضخم في مصر بيوصل لأرقام رهيبة جدا، فهم يعلموا تماما إن الإجراءات اللي بياخدوها ديت ممكن يبقى لها مردود عكسي، بيحاولوا يقللوا من وطئتها على الشارع، بيحاولوا يستغلوا مناسبات أو بيحاولوا يلاقوا الوقت المناسب اللي يمرروا فيه عمليات الزيادة ديت، ولكن الكل عارف إن الزيادة جاية وبس بيختاروا الوقت المناسب اللي يعملوا فيه عمليات الزيادة ديت. ولكن أنا أعتقد إن الأوضاع أصبحت صعبة جدا على المواطن إنه يتحمل كل هذه الأعباء يعني. طيب دكتور إيلي، نرجع لمسألة معدلات الفقر. الدولار بيحرك الجنيه بمزاجه، يعني داخل معاه في معركه تقريبا، الدوله او الحكومه ماسكه الجنيه بالعافيه، يعني بتتحكم فيه، مش سايباه برضه قدام الدولار بالشكل الحر. لكن ده تاثيره ايه على معدلات الفقر من ناحيه، وعلى الطبقه المتوسطه اللي تقريبا في اشد حالاتها من المعاناه؟ سيدي، اليوم على الاقل 40% من الشعب المصري صار فقيرا، والطبقه المتوسطه تنتقل بسرعة من وضعها كطبقة متوسطة إلى طبقة فقيرة، والهوة تصبح بالتالي كبيرة بين طبقة الميسورين وطبقة الفقراء، وغياب دائما الطبقة الوسطى
يؤثر كثيرا على الحركة الاقتصادية الداخلية، خصوصا على الحركة الاستهلاكية. أنا أعتقد إنه أمام مصر حلان لا ثالث لهما لكي فعلا تعزز احتياطاتها من العملات الصادرة. أولا، أنا أعتقد إنه الصادرات يجب أن تشجع ضريبيا وغير ضريبيا، يعني تقديم كل الحوافز للشركات المصرية المصدرة، كل الحوافز ضريبية، مالية، إعفاءات، كل أنواع الحوافز، لأنه هذا هدف أساسي بالنسبة لاستراتيجية اقتصادية لمصر. ثانيا، أعطى أيضا كل أنواع الحوافز للاستثمارات الخليجية المباشرة داخل مصر. وأنا أعتقد أنه الاقتراض والذهاب إلى مزيد من الاقتراض لا يمكن أن يشكل حلا، بل أنا برأيي سيشكل أعباء إضافية على الاقتصاد المصري وعلى ميزان المدفوعات وعلى أيضا تراجع الاحتياطات. هذا رأيي بالنسبة. طيب خلينا نناقش حضرتك في النقطة الأولى اللي ذكرتها، وهي إعطاء كافة الحوافز والامتيازات المالية للشركات المحلية عشان تشتغل. كيف يحدث ذلك في ظل وجود قيود على الاستيراد بقالها 4 أو 5 شهور، بضائع موجودة في الجمارك بقالها 4 أو 5 شهور ما بتدخلش، محلات أو في المولات في مصر محلات الملابس لازالت تعاني من أن بضايعها موجودة في المواني لكن ما بتدخلش، فالأرفف عليها بضاعة من السنة اللي فاتت، الناس موجودة عشان تشتري لكن ما فيش بضاعة. العلف نفسه مثلا لو رحنا لمستوى آخر من النقاش، في أعلاف الدواجن نفسها 90% منها مستورد من موادها الخام، فبرضه واقفة في الميناء. إزاي هتحصل المحفزات دي وإحنا قدام نقاط أساس المشكلة فيها قرار حكومة؟ ممتاز ممتاز. يعني أنا ما كنت أقصد بالحوافز هي كل أنواع التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة للشركات المصرية، خصوصا المصدرة التي هي قادرة على التصدير. يعني تسهيل عمليات استيراد السلع الوسيطة، ما بيجوز كمان أنه يكون في كل هذه العراقيل الإدارية أمام سحب تلك السلع الوسيطة وإيصالها إلى المصانع من أجل استكمال تصنيعها وتصديرها. كمان موضوع الاستثمارات الخليجيين بده كمان تعطى كل أنواع التسهيلات وأيضا الضمانات، بده تعطى تسهيلات وضمانات من أجل جذبها إلى مصر. بعد مرة أنا أحذر من المضي في سياسة الاقتراض وفي سياسة الإنفاق الكبير ووقف إنفاق على التسلح، أكيد أكيد، والإنفاق على المشاريع الكبيرة في الداخل. هون بده يكون في نوع من شد الأحزمة، لأنه ما بيجوز بقى أن يكون العجز هالقد نسبته عالية، بل يجب أن تقترب مصر من القاعدة الذهبية، يعني من موازنة شبه متوازنة بقدر الإمكان. طيب دكتور، أراجع وراك تاني كده، وقف الاقتراض، وقف الإنفاق الكبير، وقف الإنفاق على التسليح، 3 بنود مهمة، والرابع دعم الشركات أو المصانع المحلية وتسهيل وتقديم حوافز ليها. بال4 نقاط دول دكتور باجوري، ده اللي بيشوفه الدكتور إيلي والاقتصاديين في العالم اللي بيقدموا نصايح للاقتصاد المصري. طب ما بتنفذوش النصايح دي ليه؟ أنا عايز أرجع بس للدكتور إيلي لما بتكلم على زيادة الصادرات. في الشديد مصر بتصدر مواد خام، يعني المواد البترولية أو حاصلات زراعية وبعض المنسوجات وما إلى ذلك، ولكن إحنا كدولة كبيرة وعريقة للأسف ما بنصدرش صناعات ثقيلة أو صناعات متوسطة حتى إنها تقدر ترفع بحالة المواطن عملية التصدير وعملية التصنيع في مصر وإعادة الهيكلة. دي حاجات مهمة جدا، ولكن للأسف الشديد دي ما أعتقدش إن هي في أولويات الحكومة. كل المشاريع أنا أعتقد إن معطلة، في مشاريع كتيرة معطلة في مصر،
ارتفاع الدائم لسعر الدولار، لو انت عايز تستورد ماده خام عشان تصنع وتعيد تصديرها تاني صعب عليك ان انت تنافس عالميا، وبالتالي المجال الصناعي بالوضع الحالي في مشاكل كبيره جدا. الانسداد السياسي برضه يعني عامل مهم جدا في تقدم الدول، عشان ان احنا نتكلم على اقتصاد بدون دوله حره، دوله فيها حريه تعبير، يعني الجانب السياسي والوضع اللي حطه في الانقلاب العسكري من 2013 لحد النهارده، عدم وجود حلحله سياسيه، عدم وجود يعني مؤسسات رقابيه، كل ده بيخلي عمليه التنميه محلك سر. احنا ما بنتقدمش للامام لان ما فيش سياسه، كل الاجهزه الموجوده النهارده مش منتخبه من قبل الشعب، وبالتالي ما فيش رقابه، وهنتنينا في الوضع ده طالما المشكله السياسيه موجوده. يعني طب المشكلة السياسية برضو موجودة في لبنان دكتور إيلي، السيناريو اللبناني واللي حصل للليرة اللبنانية فين موقعه من اللي بيحصل للجنيه المصري؟ اسمح لي، بدي اسمح لي كلمة صغيرة. فلنفترض انه ليست هناك صناعات تحويلية تصديرية كافية في مصر، ولكن دولة عندها مواد خام، عندها مواد أولية، وما عندها صناعات تحويلية تصديرية كافية، معناها في عيب كبير بسياسة سياستها الصناعية وسياستها الاقتصادية، ومن هون هي مدعوة لكي فعلا تشجع على الاستثمار الداخلي من قبل المستثمرين المصريين، وأن تسهل لهم عملية الاقتراض، وأن تدعم الفوائد لهؤلاء. هيدي بين قوسين. أما بالنسبة للبنان، لبنان سيدي مسألته تختلف كليا. لبنان شعب مسلوب، لبنان شعب منهوب، لبنان شعب فقد كل مدخراته في المصارف، 120 مليار دولار كانت تصل ودائع القطاع الخاص اللبناني في المصارف اللبنانية عشية 2019 البداية ما سمي بالثورة، وأيضا يعني لبنان جنى أو حصد ما زرعته سياسة هذا الحاكم الفاسد للبنك المركزي اللبناني منذ 1993، ويلي بظل اقتصاد سوق وحر إجا ثبت سعر صرف ليرة، واستعمل الفوائد العالية جدا من أجل تحقيق مثل هذا الهدف، وذلك أثر كثيرا على الاستثمار وعلى خلق فرص عمل وعلى مساهمة البنك المركزي في تحقيق نمو اقتصادي في لبنان حقيقي ومستمر، وأثر أيضا على الاحتفاظ لبنان بمورده البشري الشاب. يعني نقدر نقول يا دكتور إلي إن المشكلة السياسية واحدة من المشتركات بين الاقتصاد المصري والاقتصاد اللبناني، صح ولا لا؟ سيدي إذا بدنا نلاقي نقاط مشتركة بين مصر وبين لبنان، أنا أعتقد إنه بدنا نتطلع شوي إلى عملية الإنفاق، وإنه ضبط الإنفاق ومنع الهدر في الإنفاق وخفض عجز الموازنة العامة، وخفض بالتالي الحاجة إلى اللجوء خصوصا إلى الاقتراض الخارجي بالعملة الصعبة. طيب دكتور باجوري، هل تحتاج مصر للقرض الجديد ولا لا؟ عاوزين نفرق بين مصر الشعب ومصر الحكومة. الحكومة اللي عندها قروض المفروض تدفعها تقريبا بحوالي من 37 ل 40 مليار مع نهاية 2023. أنا بس عايز أضيف على الجملة اللي كنت بتناقشها مع الدكتور إيه. هو حضرتك كل نفس الموضوع، العامل المشترك بين مصر ولبنان وسريلانكا والأرجنتين هو فساد مالي وإداري وفساد أنظمة. ما هو في النهاية ربنا موزع كله بالعدل، وإن الخيرات موجودة، ولكن الأنظمة الفاسدة هي اللي بتودي دولها في بتعملها دولة ناجحة أو دولة فاشلة. ففشل الدول هي من فشل أنظمتها. يعني اللي حادث في مصر ده، مصر مش قليلة مقدرات
أو شباب أو علماء، لا، هي عندها نظام سياسي فاسد. يعني هل المصريين محتاجين قرض جديد؟ لا، مش محتاجين طبعا، لأن احنا جبنا قروض أكتر من 100 مليار ما عملناش بهم حاجة. بالعكس، ده المواطن كل يوم بيزداد سوء عن سوء. يعني انت لو هتجيب لي المليارات عشان تشغل، تعمل مصانع، تعمل تطوير في المجتمع، اقول لك اي، قروض عشان تشتري بيها سلاح، عشان تضرب بيها الشعب، عشان تضيع مقدرات الدولة دي، انت بتهدم في الدولة المصرية على المدى البعيد. انا بفكر النهاردة يا استاذ محمد في الشباب والناس الصغيرة لما تطلع، هتبقى بعد النظام ده ما يجي هيعملوا ايه؟ مين اللي هيسدد المليارات؟ واسمع معيط مثلا كاتب لي ان احنا نسلم الدولة صفر، يعني بدون قروض. طيب والسؤال يا دكتور معيط، هتعملها ازاي؟ هتعمل مثلا، هتخلي الدولة المصرية تفلس؟ قول لي خطتك ان انت هتسدد المليار، ال100 مليار، ال160 مليار دولار في سنتين ازاي؟ يعني انت النهارده مفروض توقف وتديني خطة ازاي هتسدد ال160 مليار وتقلل الاعباء على المواطن المصري، مش تروح النهارده وتجيب لك قرض كمان ب10، لا، هيزود الطينه بله زي ما بنقولها في مصر يعني.